مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. احنا موجودين في سوق المنشية، هو اشهر سوق لبيع المستلزمات المدرسية في محافظة اسكندرية، بيأتي ليه خصيصا عدد كبير من المواطنين. زي ما احنا شايفين بدأ عدد كبير من الباعة في وضع المنتجات او المستلزمات المدرسية الموجودة داخل السوق. الشنط المدرسية موجودة بكثافة باشكال وانواع مختلفة داخل سوق المنشية او سوق الورق. اشكال يعني زي ما احنا شايفين، هيقول لنا الاسعار احد الباعة. اتفضل قولي كده، الاسعار تبتدي من كام؟ الاسعار عندك مثلا الصغير ده بتبتدي من كام؟ انت بجدك تبدا من اول 80 جنيه لحد 185. الصغير خالص الحضانات بتبتدي من كام؟ الحضانات بتبدا من اول 35 جنيه. 35 جنيه الشرط المدرسيه. طيب بالنسبه للشرط المدارس الكبيره، شغل المدارس الكبيرة بيبدأ معاك من أول 95. 95 جنيه، يعني الشنط الصغيرة بتبتدي من 35 جنيه للأحجام الصغيرة، بينما الأحجام الكبيرة بتبتدي من 95 جنيه. الأشكال زي ما احنا شايفين أشكال متنوعة من الشنط المدرسية، يعني أشكال ديزني منتشرة بكثافة. الاشكال الكرتونيه هي الاكثر مبيعا في المنشيه. زي ما احنا شايفين على الجانب الاخر ايضا ديزني هو الاكثر مبيعا. قولي ايه الاشكال اللي الناس بتيجي عليها مخصوص؟ الديزنيات زي اللي متعلقه قدام. الاشكال الكرتونيه هي الاكثر مبيعا داخل الاشكال. زي ما احنا شايفين أشكال مختلفة من الشنط المدرسية. قولي الإقبال إيه السنة دي؟ الإقبال كبير ولا لسه ناس بتشتري؟ الإقبال كويس جدا بس لسه ما دراسة كمان، يعني قبل بدء الدراسة. قبل بدء الدراسة ب 10 أيام. 250. قبل بدء الدراسة بيزداد الإقبال على المنشية وشراء المستلزمات المدرسية. مشاهدينا ومشاهدي اليوم السابع، يعني كانت هذه جولة سريعة الأسعار الشنط المدرسية داخل أسواق اسكندرية وتحديدا سوق المنشية في محافظة اسكندرية. بشكركم شكرا جزيلا، كنت معكم في هذه التغطية أسماء بدري. شكرا لكم. خلصنا من الشنط الأول. 250.